السلام عليكم. اليوم معنا لكم شيء مش يمني، اليوم اللي معنا لكم طريقة طبخة زقن الحبشي. مكونات الأساسية بصل، لحم، بيض، ثوم، وأهم شيء البهارات الخاصة فيهم، بهارات حبشية، بهارات ثيوبية. نبدأ بالخطوات. الخطوة الأولى نقطع البصل، يا أما تقطع البصل باليد ناعم، وإذا عندك فرامة بصل فرمها. نعم، قطعنا البصل ناعم، الآن بنبدأ نكشنه. نكشن البصل ونحركه بكثرة مشان لا يحرق، نضيف له شوية زيت، والتحريك يكون دايم مشان لا ينحرق البصل. الآن نضيف الثوم. على نقطة. هذا ضفنا الثوم. نضيف اللحم. نضيف البهارات الاثيوبي حسب الرغبه، يعني في اذا كل ما حبيت انه يكون حار زياده تزود. انا بحط ملعقه ونص. يا محلى البهارات البربريه، طلعت الريحه من اولها. بالنسبه اللي عايشين في اوروبا ممكن تلاقوه عند محلات الافارقه، عندهم متواجد. الان بعد ما نقلب نضيف له مي. المي طبعا تضيف له حاجة بسيطة بحيث انه ما يكونش خفيف مرة، بهذا الشكل، ما تكونش خفيفة مرة، تخليها على نار متوسطة. الآن نضيف لها الملح. بعد ما تضيف المي تخليها بحدود من 45 دقيقة إلى ساعة مشان تنضج اللحمة، أو إذا كانت دقايق كل شوية تجي تغلبها. أنا الآن بخليها بعد ساعة أو 45 دقيقة، بوريكم كيف بتكون. شباب، بعد ما حطينا قرابة ساعة لما حسينا أن اللحم استوى كذا صار الزقني، سلقنا 4 حبات بيض، نضيف البيض. بس الريحة بصراحة ما شاء الله تجوعك قبل الفطار. صلوا على النبي واذكروا الله واغرف لكم اياه. بسم الله. طبعا حطينا لحوح. اللحوح انتم عارفين له، يعني علمناكم طريقة الطبخ المرة الأولى. الآن بنحط الزقني. ما شاء الله ما شاء الله الريحة، ما تخليش الواحد يصبر لوقت الفطار. المهم بالعافية على قلوبكم، لا تنسونا من اللايك ومشاركة القناة. شباب ما في مشاركات، أنا شكلي خلاص ناوي أوقف القناة. عدد المشتركين يزيد 1 في الأسبوع. تعبت وانا اطبخ لكم واجهز لكم، اعملوا مشاركة للقناة مشان يزيد العدد، يزيد الحماس. عنا كنت ناوي بكرة اسوي لكم حاجة حلوة، لكن شكلي ما بسوي لكم حاجة حلوة، بسوي لكم حاجة حامضة. يلا اشوفكم على خير.